انطلقت فعاليات صوت غزة من سيناء بمشاركة الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، والتي رافقت قافلة المساعدات المتجهة إلى قطاع غزة. تأتي هذه الفعالية بالتزامن مع بدء سريان الهدنة في قطاع غزة بوساطة مصرية قطرية أمريكية. شارك بها العديد من الكيانات، من بينها مؤسسة مجلس القبائل وحزب حماة الوطن وحزب مستقبل الوطن وتنسيقية شباب الأحزاب وغيرهم. من جانبه أعرب النائب أحمد عبد الجواد عضو مجلس النواب عن التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي فضل الشهادة تحت أنقاض التراب بدلا عن التهجير، وأضاف أن إنجازات الرئيس السيسي تحتاج إلى مزيد من الوقت لشرحها، سواء القضاء على المناطق غير الآمنة أو ما تم من تطوير في البنية التحتية. أشار النائب أيضا أحمد عبد الجواد أن الرئيس السيسي أكد على أن تصفية القضية الفلسطينية لن يكون إلا بحل عادل، ولن يكون على حساب مصر أبدا، موضحا أن ما نفذته مصر من إنجازات في سيناء يؤكد أن مصر تحكمها قيادة سياسية مسؤولة تدبر أو تدير الدولة بحكمة، ولديها بعد في الحفاظ على مقدرات الأمن القومي المصري.